leaving the European Union. I'm very clear, Brexit does mean Brexit. Brexit. Like she did. The UK will be leaving the club. I know you're gonna miss us. Brexit is also a failure of the Union. Hard Brexit, soft Brexit. Attack! What a chaos here in London. منذ البداية رافقنا عن قرب عملية بريكسيت. And I'm now joined by Birgit Maas, our correspondent from London, and Georg Mattes, who is in Brussels for us. It's a huge story. رأينا كيف تقطعت العلاقات التي نشأت عبر عشرات السنين. أجرينا مقابلات مع سياسيين وناشطين وحتى مع خبراء في لغة الجسد. والآن بعد أن زرنا المملكة المتحدة وأوروبا وقطعنا بحار العالم يمكننا أن نخبركم من هم أكبر الخاسرين في نظرنا وأكبر الرابحين في البريكسيت. أعتقد أنه يمكننا معالجة الأمر دبلوماسياً دون سفن حربية. نسمح للبعض فقط بالدخول. يحب بول جوي التحدث عن أسماكه ومياهه. منذ أجيال وعائلته تصطاد السمك قبالة ساحل هاستينغز في جنوب إنجلترا. هذا يقودنا إلى أول الرابحين في البريكسيت. فمع البريكسيت استطاع البريطانيون الاستحواذ ببراعة على أغنى مناطق صيد السمك في شمال أوروبا. يمكنهم الآن اصطياد الكثير من الأسماك في مياههم قبالة ساحل إنجلترا. استعادة السيادة على المياه البريطانية، هذا هو أحد جوانب البريكسيت. نحن نستعيد السيادة على مياهنا الإقليمية. سيكون هذا أمراً قاسياً جداً بالنسبة للأوروبيين، خاصة للهولنديين الذين يصطادون السمك في هذا الجزء من بحر الشمال منذ مئات السنين. ننهض في الرابعة صباحاً في معمل السمك الضخم هذا في هولندا. بعض السفن هنا تصطاد حتى 80% من أسماكها من الجزء البريطاني من بحر الشمال. صناعة السمك في هولندا تعتمد بأكملها على هذا الأمر. إذا لم يستطيعوا الصيد هناك فسيكونون عرضة للإفلاس. كنا زملاء وأصدقاء ونظمنا أمور الصيد سوية. فجأة اختلف كل شيء وأصبحنا في حالة مواجهة وكأننا غرباء عن بعضنا. هذا شعور سيء للغاية. المزاج ليس أفضل بكثير في بولونيا، لكن الأمل بقي دائما بإمكانية عقد اتفاقية، وإلا لن يعود بإمكان البريطانيين بيع أسماكهم في السوق الأوروبية. الأوروبيون لديهم ورقة رابحة، لأن الأسماك التي يحب البريطانيون تناولها كسمك القد عليهم أن يستوردوها، لكن السمك الذي يصطادونه يقومون بتصديره بشكل شبه حصري إلى السوق الأوروبية كأسماك الرنجة والإسقمري والشفنين. البريطانيون لا يحبون هذه الأسماك. دون اتفاقية سيكون الكثير من صيادي السمك البريطانيين مهددين بالإفلاس، كما في هاستينغز على سبيل المثال. 90% من السمك الذي يتم اصطياده هناك يكون في الصباح التالي في أسواق بروكسل وباريس. الرسوم الجمركية المرتفعة ستعني نهاية سريعة لهذا الأمر، لكنه كان يستحق المجازفة. بالنسبة إلى باول فهو صوت لصالح البريكسيت. الأمر يتعلق بهدف طويل الأمد. قد يستغرق الأمر وقتاً قبل أن نرى النتيجة الجيدة في القطاع المالي مثلاً. على المدى القصير ستكون هناك أضرار بسبب البريكسيت، لكن الأمر يستحق ذلك بالنسبة لنا، لأننا على المدى الطويل سنستعيد السيادة على مياهنا ونستطيع تحديد مصيرنا بأنفسنا. من حيث المبدأ، إذا أمعنا التفكير في الموضوع أكثر، ليست هناك أهمية اقتصادية للأسماك في بريطانيا العظمى.
واحد بالألف فقط من الناتج القومي الإجمالي، لكن خلال المفاوضات ينتبك شعور بأن صيد الأسماك مهم للغاية، أكثر أهمية مثلاً من صناعة السيارات أو من مدينة لندن بكل مصارفها وشركات تأمينها. يجب القول في النهاية إن البريكسيت لا يتعلق بالاقتصاد، وإنما بالشعور والرمزية وفكرة أن بريطانيا أمة مستقلة. البريطانيون سمحوا لهذه الفكرة بأن تكلفهم ثمناً ما. عند السير على امتداد الحدود سيدرك المرء أنه لا توجد هناك حدود بالمعنى الحقيقي، وعندما تصبح هناك حدود فعلاً سيغير هذا آلية عمل بلدنا بأكمله. الفنانة أليكس تانيك سارت مرة على كامل امتداد الحدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية. بالكاد يوجد حالياً من يذكر أن آلاف الناس فقدوا حياتهم، فهناك كان الصراع على إيرلندا الشمالية محتدماً. المعابر الحدودية والجسور الصغيرة كانت مغلقة. هناك مئات من ممرات المشاة وهناك جسور. يمكن أن نتنزه مشياً من جمهورية إيرلندا إلى إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة. بفضل اتفاقية السلام ودعم الاتحاد الأوروبي هدأت الأمور هنا. من يريد أن يفهم جوهر هذه اللعبة عليه أن يذهب إلى بيلفاست. هناك تنتصب جدران ضخمة تمنع الجيران من التهجم على بعضهم بعضاً. النزاع يدور في جوهره حول السؤال التالي: هل يريدون أن يكونوا جزءاً من المملكة المتحدة أم جزءاً من جمهورية إيرلندا؟ مقابلة دي فينيل كانت مخيفة. هو يسعى للوحدة من جديد مع إيرلندا، وكان هذا أشبه برحلة إلى فترة السبعينيات عندما يتحدث عن الجيش الجمهوري الإيرلندي وعن شهداء ماتوا من أجل قناعاتهم. نحن نتذكر المقاتلين المتطوعين في الجيش الجمهوري الإيرلندي. بالنسبة لنا كانوا شهداء الحرية الإيرلندية. هناك قتلى في كل حرب. الجمهوريون يرون أنه من حق الشعب الإيرلندي المقاومة طالما بقي الاحتلال البريطاني قائما. نعم، هذه وجهة نظر الجمهوريين المعروفة. الأغلبية في إيرلندا الشمالية صوتت في استفتاء البريكسيت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، ومن صوت لصالح البريكسيت فهو أراد أن يقول إنه يشعر بقرب أكبر من بريطانيا العظمى ويريد تمييز نفسه عن جمهورية إيرلندا. التخلي عن مجتمع للانتماء إلى مجتمع آخر، لكن البعض يأسف لذلك اليوم. لو أستطيع إعادة عقارب الزمن إلى الوراء لكنت غيرت رأيي وصوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. جميع مشاكلنا هنا تفاقمت مع البريكسيت. لقد كافحنا طويلاً ضد الانقسام في مجتمعنا ومن أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً، والآن يأتي البريكسيت ويحدث استقطاباً شديداً في مجتمعنا. داخل الاتحاد الأوروبي كان بوسع الجميع أن يشعروا بأنهم بريطانيون أو إيرلنديون أو الاثنان معاً، ولم يضطر أحد للانتساب إلى إحدى الهويتين. عندما كانت إيرلندا الشمالية جزءاً من الاتحاد الأوروبي كانت التجارة بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية والتجارة مع بقية مناطق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سهلة نسبياً. هذا الأمر انتهى الآن. كان بالإمكان تجنب وضع حدود في بريطانيا، لكن تلك الحدود تم نقلها إلى البحر الإيرلندي وأصبحت بين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. قد تصبح هناك ضرورة بالفعل إلى تقديم أوراق للتصدير بين إيرلندا الشمالية وبقية مناطق المملكة المتحدة.
إذا سألتم في إيرلندا سيقولون إننا أجبرنا على البريكسيت، هذا جنون، لم تكن لدينا أي سلطة على الأمر، المصوتون كانوا في المملكة المتحدة، بالنسبة لنا التصويت لم يجلب لنا النتيجة التي تمنيناها. فيما يخص إيرلندا الشمالية، البريكسيت سيساعد في النهاية الذين يريدون فصل إيرلندا الشمالية عن بقية بريطانيا، لذا فإن من يسمون هنا بالجمهوريين قد يكونوا الرابحين في البريكسيت. إعادة الوحدة بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية لم تعد أمراً مستبعداً، هذا أمر جديد ونتيجة مباشرة من نتائج بريكسيت. من المحتمل أن يعني بريكسيت نهاية المملكة المتحدة. تتمتع اسكتلندا بهوية قوية، وهذه تتضمن الرفض لأن تكون إنجليزية. الاسكتلنديون صوتوا ضد الاستقلال قبل 6 سنوات واختاروا أن يظلوا جزءاً من المملكة المتحدة. الكثيرون في اسكتلندا لا يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهم مستاؤون جداً من الإنجليز بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. عندما أفكر بذلك الصباح البارد في أدنمبرا، كان هذا في الشتاء الماضي، تنتابني من جديد قشعريرة قوية. التقينا مع بعض الإسكتلنديين الشجعان سباحي الشتاء، وهم ليسوا مجموعة مسيسة. بشكل عام كانوا مهذبين جداً، لكنهم لم يستطيعوا قول كلمة طيبة واحدة بحق الإنجليز. أغربي من هنا يا إنجلترا، أعطنا استقلالنا. نحن سنتدبر أمرنا بمفردنا. نشعر أنه تم تجاهلنا، تم إخراجنا من الاتحاد الأوروبي ضد إرادتنا، هذا أمر فظيع. يمثل القوميين الاسكتلنديين وهو مقتنع تماماً بأن اسكتلندا ستنضم من جديد إلى أوروبا. البلدان الأوروبية الأخرى كانت ودية للغاية معنا، البعض تواصل معنا وقال إن اسكتلندا المستقلة بعد البريكسيت ستكون موضع ترحيب في الاتحاد الأوروبي. القوميون الاسكتلنديون هم بلا شك الرابحون هنا، هم يتقدمون جميع استطلاعات الرأي الأخيرة، أغلبية الاسكتلنديين ستصوت اليوم لصالح الاستقلال. الماء في الكاريبي ليس بارداً كما في اسكتلندا، لكن على بعد آلاف الكيلومترات في أنغويلا هناك من هو غاضب من البريكسيت كما في أدنبرا. الأغلبية هناك تحمل جوازات سفر بريطانية لأن أنغويلا منطقة بريطانية. كان ينبغي أن نشارك نحن سكان أنغويلا في الاستفتاء، لا ينبغي أن يقرر أحد آخر مصيرنا. هذا يضعنا في موقف إشكالي، نحن لا نشعر بالانتماء إلى المناطق البريطانية فيما وراء البحار، نحن جزء من الاتحاد الأوروبي وجزء من بريطانيا العظمى في وقت واحد، في النهاية سنكون نحن الخاسرين. كنا هناك بعد الإعصار الكبير في عام 2017، لكن سكان أنغويلا يعتقدون أن البريكسيت ستكون له عواقب أسوأ بكثير على المدى الطويل. لقد بدأ واضحا الآن أن أنغويلا خسرت جميع مساعدات الاتحاد الأوروبي وفقدت معها جزءاً كبيراً من ميزانيتها. العلاقات مع جزيرة سان مارتان المجاورة لأنغويلا أصبحت أكثر تعقيداً لأن سان مارتان تابعة لفرنسا ولا تزال بالتالي جزءاً من أوروبا. تعتمد أنغويلا على سانت مارتين في مجالات النقل والتجارة والصحة. لقد أخرجت من الاتحاد الأوروبي ضد إرادتها كاسكتلندا. السكان البسطاء هناك هم الخاسرون من البريكسيت. وكما في اسكتلندا يؤدي هذا إلى تقوية الساعين إلى الاستقلال.
ترددت كثيراً مع جيورغ على ما يسمى السيتي، وهو أكبر مركز مالي في أوروبا وهو مهم جداً للاقتصاد. لدينا معرفة وخبرة كبيرة في المجال المالي أكثر مما لدى البلدان الأخرى في أوروبا. عشرة بالمئة من العائدات الضريبية تأتي من مركز السيتي. لا أزال أتصور إنجابيل أمامي وهي تجلس إلى طاولتها في هذا القصر الزجاجي مع إطلالة رائعة على أفق المدينة. كنا هناك بعد الاستقلال بقليل، كانت حينها مديرة شركة التأمين لويدز أوف لندن. حجم التعاملات مع الاتحاد الأوروبي يصل إلى 4 مليارات يورو. في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة تم تجاهل القطاع المالي. حينها كان الأمل قائماً بأن تحتفظ البنوك وشركات التأمين بتراخيص حق العمل في دول الاتحاد. لو نستطيع المحافظة على تراخيص العمل في الاتحاد الأوروبي سيكون هذا مثالياً. أوضحنا هذا الأمر حتى قبل الاستفتاء لأنه سيتيح لنا الاستمرار في تقديم خدمات التأمين لزبائننا في أوروبا. سيكون هذا أمر رائعاً لو نحتفظ به. لكن موضوع حقوق العمل في البلدان الأخرى لم يعد مطروحاً. تم تجاهل الشركات المالية بشكل كبير في المفاوضات، مما أدى إلى نقل حوالي 10,000 وظيفة إلى أوروبا. إضافة إلى تريليون جنيه استرليني من الاستثمارات التي كانت تتدفق من بريطانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، هذا التريليون يعادل حوالي 10% من إجمالي الاستثمارات في المملكة المتحدة. لا تزال لندن المركز المالي الأهم في أوروبا، ولكنها أحد الخاسرين من بريكسيت. سيتقلص نفوذ لندن. الرابحون من البريكسيت هم مراكز مالية أخرى في أوروبا، وهي دبلن ولوكسمبورغ وفرانكفورت، كلها استفادت من البريكسيت. أنا أعمل من أجل بلدي ومن أجل جيلي. أؤمن بالمشروع الأوروبي وأنا أعارض بقوة بريكسيت. هذا سيلحق الضرر بمجتمعنا. كافحت مادلينا كاي بإصرار ضد بريكسيت ودعت إلى إجراء استفتاء جديد. تظاهرت دائماً أمام البرلمان لدرجة أصبح وكأنه مكان سكنها. أوقفت دراستها بالكامل. بريكسيت كان موضوع حياتها. غير أن هناك من يشاطرها الرأي في معارضة بريكسيت. يملكان حضوراً قوياً في وسائل التواصل الاجتماعي لكن دون جدوى. المشكلة كانت في أن الشباب تحركوا متأخرين. أرادت الغالبية البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يذهبوا إلى التصويت بأعداد كافية، ولهذا السبب خسروا الكثير. ما كان بديهياً لأهاليهم، أي العيش والعمل والدراسة في جميع أنحاء القارة، لم يعد ممكناً بالنسبة للشباب الآن. والعكس صحيح. التقيت مثلاً شيمون وهو محاسب من بولندا. هو واحد من 3 ملايين مواطن من بلدان الاتحاد الأوروبي يعتبرون بريطانيا موطناً لهم. أمثال شيمون وزوجته يمكن أن يبقوا في بريطانيا، ولكن عليهم أن يسجلوا لدى الحكومة. لكن الأمر لم يعد سهلاً كما كان في السابق. أصل فكرة الاتحاد الأوروبي أن يتمكن المرء من التنقل بين البلدان الأخرى وداخلها كما لو أنه يتنقل في بلده. نحن انتقلنا إلى بريطانيا حاملين هذه الفكرة في رؤوسنا، وفجأة يقال لنا عذراً لا يمكنكم البقاء هنا، عليكم أن تعودوا. فجأة يتضح لنا أنه لا يمكننا الاستمرار بالعيش بسهولة في هذه المدينة. لم نكن مستعدين لهذه الفكرة عندما أتينا إلى هنا. لهذا السبب قرر الكثير من مواطني الاتحاد الأوروبي العودة إلى بلدانهم، وهناك افتقاد إلى خبرتهم الآن في كل مكان. روزا ماكنامارا هي صديقة لي وهي طبيبة طوارئ في مستشفى جامعية في لندن، وأنا التقيت بها من جديد عندما حزمت أغراضها للانتقال إلى دبلن.
كنت قلقة جداً حيال مستقبل الأطفال. إذا بقينا هنا، هل سيستطيعون الاستمرار في الذهاب إلى المدرسة ومن ثم المتابعة إلى الثانوية والجامعة؟ ربما سيكون هذا في غير صالحهم. غادر بريطانيا آلاف الأطباء والممرضين. هذه مشكلة كبيرة للنظام الصحي، فهناك نقص في الكوادر في كل مكان. المرضى هم من يدفعون ضريبة هذا الأمر، والرابحون هنا هم مؤيدو بريكسيت. لم يستطيعوا بالتأكيد التنبؤ بقدوم جائحة كورونا، لكن بالنسبة لهم كان واضحاً دائماً أنه ستكون هناك انتكاسات على المرء تقبلها. لقد بدا لفترة قصيرة على الأقل وكأن البريكسيت يمكن أن ينهار بالفعل. لقد كانوا مصممين على الكفاح من أجل البريكسيت. من يؤيد بريكسيت ليس فقط الكبار وإنما الشباب أيضاً، كأليس غرانت وبياتريس الاثنتان كانتا حينها في المدرسة. الأمر يتعلق بالديمقراطية والسيادة. عندما يشتكي أصدقاء لي من غياب برامج التبادل الدراسي مع أوروبا، أقول لهم إن أكثر من 17 مليوناً صوتوا لصالح بريكسيت. كان ستيفن بيتس فخوراً بمحصوله وبكل العمل الذي استثمره فيه. قضينا نصف يوم كاملا في حقره بين الخضروات. كان محبطا من مسار عملية التصويت على البريكسيت. كثيرون لا يدركون مدى اعتمادنا على اليد العاملة الأجنبية. أغلب المزارعين أيدوا بريكسيت، على الرغم من أن الكثير منهم يعتمد بقوة على مساعدات الاتحاد الأوروبي، لكن أثناء الاستفتاء تلقوا وعوداً بأن الأمر لن يؤثر عليهم وأن الحكومة البريطانية ستقوم بتقديم المساعدة. لكن يبدو حالياً أن المزارعين سيخسرون في السنوات الثلاث القادمة نصف المساعدات التي كانوا يحصلون عليها. هذا يعني الإفلاس للكثير من المزارعين الصغار. المزارع الصغيرة والعائلية يمكن أن تختفي على المدى الطويل. لا يمكننا بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أن نقول فجأة التصور السياسي كان خاطئاً. إذا زالت هذه المزارع فلن تعود ثانية. يقوم فرانك لانجريش وابنه إدوارد برعاية الأغنام في منطقة جميلة جداً على الساحل الإنجليزي. يقومان بهذا العمل منذ أجيال ويأملان أن يستلم أبناء إدوارد العمل هنا في المستقبل. يبيعان أغلب الحملان إلى فرنسا. الفرنسيون يحبون مثل هذه الحملان، فهي ذات بنية جيدة. يريدون أن يكون وزن الحيوانات عند الذبح حوالي 18 كيلوغراماً وألا تكون كثيرة الدهون. نحن نكسب أغلب المال من خلال هذه الحيوانات. لقد كان منذ البداية ضد البريكسيت، وفكرة أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيقلل المعاملات الورقية تثير الضحك لدى فرانك. لا يمكن أن تصبح المعاملات الورقية أقل. السلطات هنا تحب المعاملات الورقية. المزارعون حملوا أوروبا المسؤولية، لكن في الحقيقة السلطات لدينا كانت هي المسؤولة عن البيروقراطية. المزارعون الكبار يستطيعون التأقلم بشكل أفضل مع المعاملات الورقية، ويمكنهم نظرياً شراء المزارع الصغيرة المفلسة. هذا أفضل لنا. نحن نبيع أكثر في السوق العالمية. هذا بالطبع حال جميع المصدرين. لكن بالنسبة للصناعات التحويلية كصناعة السيارات سيكون الأمر قاسياً، فداخل السوق الأوروبية كان بالإمكان تبادل قطع السيارات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بدون أي مشاكل. هذا الأمر لم يعد ممكناً الآن. في الوقت الحالي نبيع إلى ألمانيا وفرنسا وكافة أنحاء أوروبا بنفس الشروط كما في بريطانيا. عندما نخرج من الاتحاد الأوروبي سيصبح الأمر تصديراً، وهذا يتطلب إنجاز الكثير من المعاملات الورقية ويتطلب المال والتصاريح الجمركية. هذه كلها لا نقوم بها الآن.
جاميل ماجال هو رجل عصامي. شركته باعت قطع السيارات إلى دايملر وبي ام دبليو. أجرينا معه مقابلة قبل الاستفتاء بقليل، وقد كان يشعر بقلق شديد حيال بريكسيت. الاستثمارات في صناعة السيارات انخفضت بنسبة 80%، وجائحة كورونا جعلت الأمور أكثر سوءاً. عندما يتعلق الأمر بتأثير بريكسيت فقط، هناك رابحون أيضاً في شرق أوروبا. بعض شركات السيارات تستثمر حالياً هناك وليس في بريطانيا. من منظور أوروبي عام سيكون الأمر محبطاً تماماً. تم تسويق البريكسيت للبريطانيين على أنه سيكون مفيداً للطرفين وبأنه مكسب كبير للمجتمع. في النهاية خسر الجميع. بعد كل المقابلات التي أجريتها والأماكن التي زرتها، لا أستطيع أن أجد مزايا للبريكسيت. في النهاية سنكتشف أن الجميع تعرض للضرر بسبب البريكسيت. Tensions are clearly running high in Westminster. We've had these pro-European protesters here for months. So I'm a German. أنا أعيش كألمانية في بريطانيا وأشعر هنا وكأنني في وطني، لكن الاتحاد الأوروبي مهم بالنسبة لي كمشروع سلام، وهذا الأمر لا يحظى بأي أهمية في بريطانيا. أذكر أنني تحدثت مع صديقة حول هذا الأمر قبل بريكسيت، وكانت تلك فكرة جديدة كلياً بالنسبة لها، وبعدها صوتت لصالح بريكسيت. I explained this to her and it was a completely new idea for her and she voted for Brexit. أعتقد أن الجانبين سينجحان في إيجاد شكل جديد للعلاقة بينهما كالزوجين المطلقين اللذين يبقيان أصدقاء بعد الطلاق، لكن العلاقة الجديدة سيغيب عنها الإطار المحدد الذي كان يقدمه الاتحاد الأوروبي. ضمن هذا الإطار تكون الدول مجبرة على معالجة المشاكل بشكل مشترك كالهجرة وحماية البيئة. في عالم العولمة الذي نعيش فيه اليوم هناك حاجة إلى فريق من الدول المتضامنة، وبريطانيا تغيب الآن عن هذا الفريق. سوف نستعيد السيطرة على أموالنا وحدودنا وقوانيننا. على مؤيدي بريكسيت أن يوضحوا الآن ماذا تعني بريطانيا العالمية. عليهم أن يثبتوا أن هذا سيحمل معه فرصاً جديدة، وأن الأمر برمته كان يستحق هذه العملية المؤلمة والانفصال والطلاق، لأن بريكسيت الذي نحن مقدمون عليه سيكون أقصى بكثير من الوعود التي أطلقت في البداية. عندما أزيل العلم البريطاني من أمام البرلمان الأوروبي شعرت بالغصة. الأمر الإيجابي الوحيد في البريكسيت هو أن بقية دول الاتحاد الأوروبي ستدرك قيمة ما لديها من مؤسسات. لقد تعلمنا أن نقدر أكثر قيمة الأشياء التي تخلى عنها البريطانيون.